السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اليوم سنقترح عليكم عقار اللي فايت ليا أنني قدمته من قبل. ممكن أن الطريقة نتاع التصوير نتاعو ولا الوقت نتاع هذا الفيديو هذا ما عطيناش حقه، فلهذا ممكن أنا قلت هذا هو السبب الراجع علاش تعطلت هذه الهميزة هذه. ندخل معكم في التفاصيل نتاع هذه الشقة هذه. شقة اللي فيها جوج نتاع الواجهات متقابلين، واجهة أمامية وواجهة خلفية، مساحة إجمالية نتاع 130 متر، بالثمن نتاع 48 مليون، وتنتواجدو في حي مرجان سوبر مارشي. في النظرية نتاعي هاد الهميزة هادي راه مخصهاش تبقى حتى لهاد الوقت. هذا كان حطينا عرض مشابه ليه تقريبا، الإعلان ما تعداش النهار نتاعو وتم البيع نتاعو. فممكن ان هذا العقار هذا كنت صورته في واحد الوقت اللي هو متاخر والفيديو كان شويه سريع وما عطيناش لهذا العقار هذا حقه. كما تنشوفوا الشقه تبارك الله راه مشمشه، ضاويه فينيسيون اللي هي راقيه ونقيه. كما ذكرت عقار اللي فيه جوج نتاع الواجهات ومساحه كبيره. عندنا الغرفه نتاع الوالدين بالحمام الخاص نتاعها، وعندنا جوج الغرف وحدين اخرين، اذا ثلاثه نتاع الغرف، صالون سيجور، مطبخ بصالون جي نتاعو، وعندنا حمام مشترك. فان شاء الله قبل ما ندخلو في الوصف الممل نتاع هذا العقار هذا، ترحب بالجميع. بالنسبه للناس اللي اول مره تيشاهدوا القناه نتاعنا، يدعموا هذه القناه هذه بلي جيم بلي كومونتير تشجيعا للمجهودات اللي تنقوم بها. واي واحد عنده اي عقار بغا نحطوه ليه للبيع ولا نقوم بالاعلان نتاعو فمرحبا بالجميع، سواء ارض فلاحيه ولا ارض سكنيه ولا فيلا فيرما او شقه، فمرحبا بالجميع. فكاين حاليا من الخلف نتاعي كاين الباب نتاع الفصيل، ملي تندخلو مباشره تلقاو السيجور اللي هو هذا، ونفاس معاه ولا تيطل على الصالون. مساحات اللي هما كبار كما تلاحظوا، حتى بالنسبه للاناره تقريبا راه حنا مستعنين قلب الاناره نتاع الشمس. وتبارك الله الشقه راه ضاويه مزيان مهويه وجايه مفتوحه، خاصه ان كما ذكرت لكم عندها جوج نتاع الواجهات متقابلين. الواجهه الاماميه فيها غرفه وفيها المطبخ، وبالنسبه لهاد الواجهه الخلفيه عطاتنا الصالون واللي تيطل فيه السيجور، وعطاتنا جوج الغرف وحدين اخرين. حتى بالنسبه للمساحه نتاع الغرف، مساحه تبارك الله كما غادي نشوفوا مساحه اللي هي كبيره. والدار حاليا صورنا تقريبا جويه من بعد الظهر، كانت الشمس داخله شويه، ممكن ملي تطيح الشمس تيكون عندها ميال اللي هو اكثر اللي تيسمح ان الشمس تدخل حتى لقلب الدار. إذا الشقة تبارك الله اللي هي مشمشة، الغرفة رقم واحد هي هذه بمساحة تبارك الله كما تنشوفو مساحة كبيرة. وعندنا الغرفة الرئيسية ولا الغرفة نتاع الوالدين بمساحة أكبر، وبالإضافة أنها تتوفر على بلاكار وعلى حمام خاص بهذه الغرفة هذه. وحتى هي كما تنشوفو راه الإشراقة نتاع الشمس راه بدات تدخل حتى بالنسبة لهذه الغرفة هذه. الإطلالة على شارع اللي هو كبير اللي غادي يكون على شكل نتاع دوبل فوا، اونفاس معاه كاين واحد الجريده صغيره. بالنسبه للموقع كما ذكرت، فاحنا تنتواجدو من القرب من المركز التجاري مرجان سوبر مارشي. اي معلومات ولا اي استفسار فقط يكفيكم انكم تتصلوا بنا. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا زياره لعين المكان، فان شاء الله ياخذوا معنا وقت من قبل وننتقلوا معاهم باش نكتشفوا هذا العقار هذا مباشره، ان الثمن تاعو راه ثمن جد مغري وجد مشجع، خاصه ان هذه المنطقه اللي تنتواجدوا فيها الشقق نتاع واجهه وحده تلقاهم الثمن حاليا تيتعدى ل 50 مليون نتاع واجهه وحده، وتتكون المساحه اللي اقل من هذه. اذا العقار نتاع اليوم فهو عقار ممتاز. وبالنسبه للذكر، فان هذه الشقه هذه راه تتواجد في الطابق الارضي السفلي، لان الاطلاله بالنسبه لهذا الشارع هذا اللي تنطلعوا عليه تجي الدار تقريبا عاليه، بحال راك تطل في بروميان ايطاج تقريبا، كاين واحد العلو نتاع واحد
4 متر ونص تقريبا عاد تطلق النافذة. إذا راه جاي بحال بروميان إيطاج، جاية سفلية عالية، لهذا علاش تلقاو أن حتى بالنسبة تستفد من الإنارة نتاع الشمس ولا الشمس تدخل ليها حتى القلب نتاعها. كاين عندنا هنا هذا صورنا الحمام المشترك، ولا عفوا الحمام الخاص بالغرفة نتاع النوم. هذا الحمام المشترك تا هو تبارك الله كما تنشوفوه بمساحة كبيرة، بالإضافة أن فوق منه كاين واحد الديبارة خزنة اللي مشات على الغرق نتاع الحمام كامل. حتى بالنسبة للتهيئة ولا التقسيمة نتاع هاد الشقة، فالدار ملي تتكون مفتوحة تتبان المساحة نتاعها. إذن فاحنا حاليا صورنا الصالون، السيجور، الغرفة رقم 1 والغرفة رقم 2، بقات لنا الغرفة رقم 3 والمطبخ اللي بصالامون جي نتاعو، وعندنا تواليت واحد اخر اعزكم الله. اذا صورنا الحمام المشترك، مازال عندنا تواليت اللي استغل المقاول المساحه اللي كاينه تحت من الدروج واعطانا واحد المرحاض. وحتى بالنسبه للدخله نتاع الدار كما تنشوفوا ملي تندخلوا كاين واحد اللسوعيه اللي هي كبيره، اللي ممكن انك تزيد الا بغيتي تزيد شي بلاكار على شكل تاع دريسينغ مثلا للصبيبطات. وعندنا هاد الفاسك هذا على الدخله، كاين طواليت اعزكم الله حتى هي تبارك الله بمساحه كبيره. فاحنا صورنا الواجهه الخلفيه، بقات لنا الواجهه الاماميه اللي تيجي انفاس مع الباب نتاع الدخله من هذا الشارع. هذا هو على من تندخلوا بالنسبه للشقه. غادي نلقاو الغرفه رقم 3 اللي حتى هي كما غادي نلاحظوا ان عندها تبارك الله مساحه اللي هي كبيره. ده الغرف تبارك الله راه 3 بيهم كبار، صالون كبير، سيجور كبير، ومطبخ غادي نلقاو بالصالامون جي نتاعو. حتى بالنسبه للصباغه راه كامله بلاتينيا، تنجرت من نوع نتاع بواروج، القبس كامل فوق بلافون، وتنتواجدو في منزل اللي تتكون من سفلي وثلاثة نتاع الطوابق. بالنسبة لهاد الشقة اللي تتواجد في الطابق الأرضي بوحدك في ليطاج، مجموعة نتاع الامتيازات اللي عند هاد العقار هذا، الناس اللي مهتمين به فقط يكفيهم أنهم يتصلوا بنا باش ننتقلوا معهم لعين المكان واكتشفوا هاد العقار هذا مباشرة. كان المطبخ اللي هو هذا مطبخ بمساحة كبيرة، بالإضافة أنه تتوفر على صالامون جي. جي عندنا المطبخ مشى على هاد الطولة نتاع هاد الشكل هذا، وبقى لنا هاد المساحة الكبيرة. ممكن الإنسان بغى يستغلها على شكل نتاع صالامون جي ولا يدخل فيها المطبخ كامل، تيبقى على حساب الاختيارات نتاع كل واحد. فتقريبا وصلنا للنهاية نتاع الفيديو، تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة. كان معكم أخوكم إبراهيم، ما تنسوناش بالدعوات، دمتم في رعاية الله، وإلى شقة أخرى وعقار آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.